بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة فيها أسئلة خمسة لهذا المتن المبارك للأصول الثلاثة. Geçense بسم الله الرحمن الرحيم. Geçense pavmadan ama 3 asıl diyen kitabımızın 5 tane meselesini öğrendik. Kavurda verilecek sorular var da şu kitabın öz içini alayan mazmun var da 5 tane meseleni öğrendik. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ Birincisi ne için biz tevhidi alım aliyat tevhid öğreniyor. Limaza nedres hada metin? Nam için biz ahale böyle saylap seçip şu kitabı öğreniyor. 3 asırlıyan kitabı. Ma hiya usul al-thalatha bi ihtisar kulna asiret al-qabr. Ve üçüncüsü namazat 3 asırlıyanın namazattan ibaret değilse 3 tane kabırda verilecek soru. Ma al-fa'ida min al-dirasa kulna al-ijabe an asiret al-qabr. Dördüncüsü nama peydası var değilse biz kabırda şu soru şu verilecek sorulara cevap vermeye tayinleniyor. الخامس قلنا محتوى هذا المتن قلنا المتن هذا يحتوي على أقسام خمسة. شو المتن نعم بس أنا بقول ما بقول نادي بعيد. المسائل الأربع. دور ثان مسألة. المسائل الثلاثة. إيش ثان أصل؟ لماذا ندرس التوحيد؟ نعم شين بتوه يدور نيا. شرح الأصول الثلاثة. أصول الثلاثة كتاب من أتقل ما في. الخاتم. وثان نيجي. نبدأ الآن بالقسم الأول المسائل الأربع. دورت مسألاني بسلالين إن شاء الله. هذه المسائل الأربعة الدليل عليها سورة العصر. شل دورت عن مسألة دليل يعني قهر كذمة بذنيرة دنيا في قرآننا قرآننا عصر سورة النا شل دورت مسألة واردة أقدر بيتليا. نعم لو نسأل أي أحد سواء من المسلمين أو من الكافرين هل تريد الربح أو الخسارة يقول أريد الربح. الذي يريد الربح لابد أن يأتي بهذه المسائل الأربعة. نعم. Adamdan sonra verilse Müslüman olsun Müslüman olmasın sen ne ama necat tapasın geliyor mu? Deyip sonra olsa hukman o ben necat tapasın geliyor diyor. Onunla ne ama sen necat tapasın gelse hukmani suratı şu dört tane zadeyi belca etmeli. La budda ne teallim evvelen. Birinci bilen biz ne ama öğrenmeli, öğrenmeli. Fe izâ teallemine ba'de hâze yakûnel amel. Öğrenmemizden sonra ne ama diyeceğiz şu öğrenin zadımızı amel edeceğiz. Nâ, leannellezî يتعلم ولا يعمل فيه شبه باليهود. نعم علم علب وشو علن علمنا عمل etmeyen adamda نعم يهودلوغا يبريلرا بر منزتمه var. والذي يعمل بلا علم في شبه بالنصارى. وترثنا بر adam ايديا عمل يرني تري يونو بلمسز بولو نعم بول adam دنا ايلك adam منزيه خرستيان يعني adam لرا منزيه. اذا نتعلم اولا برنجي بلين بيت ألن نالياس ثم نعمل ثم رو عمل يدياس ألن ألن مذا ثم ندعو إلى هذا الذي تعلمناه وعملنا به ثم رو نعمل دعوة يدياس شاغر ياس آدم نرى نأور يدياس شل أورنن وعمل يدن ذات لمذا ونصبر لابد أولا نصبر على العلم وحكماني ثورة تصفر يدياس ألم المقلغة صفر يدياس ثم نصبر على العمل عملت مكلغة صبر دياز دائما عمل لول ملي ثم نصبر على الدعوة ثم رنعمة عدم نرد عقوت التمك إذا صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر إذا ده بذ شو الدنيا ده أورن ثق وجواب برثق شو الثورة غلرة إن شاء الله الله تعالى إذن ولين بالقبر ده شو الثورة غلرة إيش ثانة قبر الجو ثورة غلرة جواب برث العلماء رحمهم الله يقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام الله تعالى رحمه السن بذن عالم لما ذنعمة ديدلر صبر إيش بولمة بولنيا üç bölüme bölünüyor. الأول الصبر على طاعة الله حتى تؤدى. Birincisi Allah Teala ibadet etmeklikte sabretmek. İbadetleri bir zay etmeklikte sabretmekle. نصبر على الصلاة، الصيام، الحج. Yani namazımızı hemişe yerine yatırıp durmak için, Ramazan'ı ağız eklemek için, haçta haç mevzunu hac etmeklikleri yani biz sabretmeli. الثاني الصبر عن معصية الله ابتداء عاد عن المعاصي. نعم إكنجثي الله تعالى حرام دن ذات لنا جناء إيشلر إتمزلق صبر إتمكلي. الثالث الصبر على أقدار الله ما يقدر الله العبد مرض أو فقر أو ابتلاء. الله تعالى نعم تقديرنا قدر إدن ذاتنا صبر إتمكلي. نعم ولسن كثير ولسن يا بول مثلا بلا بترلر آدم وبس نجيل ثشوا ذات ترى نعمت من سافرت مني نعم والله أعلم